طبعا بالنسبة للجلسة بين السجدتين، أنت الآن ساجد السجدة الأولى تقول الله أكبر، هذه الجلسة بين السجدتين، وفيها ذكر هذا الذكر تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. بعض العلماء يقول واجب، وبعض العلماء يقول سنة، جمهور الفقهاء يقولون سنة، وفي قول بأنه واجب. طبعا الجلسة بين السجدتين مهم جدا أنك تطمئن فيها، والطمأنينة أن يرجع كل فقار وعضو إلى مكانه حال جلوسك الطبيعي هكذا. ولذلك الآن لاحظوا بعض الناس الله يهدينا وإياهم يخطئون خطأ كبير جدا، لما يرفع من السجود ماذا يفعل؟ هكذا الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، هذا على قول الجمهور الصلاة باطلة. طبعا جمهور الفقهاء في قول يقولون بأن الطمأنينة غير واجب، لكن الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء علمه قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ولذلك العجلة هذه خطر على صلاة الإنسان. لاحظوا بعض الناس كيف يفعل هكذا، الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. الركن هذا ركن من أركان الصلاة، هكذا تفعل معهم، لما ترفع من السجود تقول الله أكبر حتى تطمئن جالسا هكذا، وتضع يديك على فخذيك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.